السلطات البولندية بتنظم صف للبيض وصف آخر للسود النازحين من أوكرانيا. هي منتهى العنصرية للجماعة اللي طول الوقت قرفونا وكانوا طول الوقت مدعين الإنسانية. منتهى النمطية لأوروبا حقيقة. كل ده بيبان كل يوم والتاني، وبدأنا نشوف بشكل جلي وواضح جدا معدن السلطات والحاكمين في الدول دي. تخيلوا يا جماعة إن معمول صف للناس أصحاب البشرة البيضاء وصف تاني للناس أصحاب البشرة السمراء أو الناس السود. عشان إيه؟ عشان نفس المواطنين دولت اللي ممكن يكونوا حاملين نفس الجنسية يعدوا من دولة ويروحوا لدولة تانية. ناس كلها خوف، ناس خايفة من الحرب والبطش والقصف الروسي، فالمفروض إن كلهم يتم تأمين الأمان وإن هم يعدوا بشكل يعني سواسية أمام الدولة وأمام الحدود. ولكن تبص تلاقي السود في جنب والبيض في جنب، مع إن السود دول يا جماعة اللي كانوا سبب نهضة قارة أوروبا على مر العصور لو القارة الأوروبية نسيت. وسألوا المنتخب الفرنسي اللي حصد بطولات كاس العالم لسنوات طويلة جدا ونص فريقه والمهاجمين بتوعه أصولهم أصلا إفريقية اتجنسوا بعد كده بالجنسية الفرنسية. بلاش دول، اسألوا الأمريكان عن نهضة مجتمعات السود في أمريكا وانتاجيتهم الكبيرة في سوق العمل الأمريكي، والمفروض أنه تم القضاء على كل أشكال العنصرية والقوانين الدولية، بس كله بيطلع بطيخ. خدينا بنشوف الكلام ده كله دلوقتي في المواقف الحقيقية. لكن احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى على ديننا الحنيف اللي على لسان الرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. ده ميزان التفاضل بين الناس كلها عند الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إن الحرب في أوكرانيا وتعامل الغرب معاها بين كتير قوي من ثقافتهم وطقوسهم وتعاملاتهم الحقيقية مع الثقافات الأخرى ومع الغير المخالف ليهم. ده غير طبعا تيار الإسلاموفوبيا اللي منتشر ما بينهم بشكل كبير والعداء الشديد لكل ما هو عربي أو مسلم، أو على فكرة مش بس عربي مسلم، مختلف عنهم في اللون. قمة العنصرية وقمة الطبقية والرجعية انك انت دلوقتي في العصر اللي احنا فيه تشوف الدول اللي كانت بتدعي ديمقراطية بتشوف ان الاسود هو شخص اقل من الشخص الابيض، وبتعامله بطريقة عنصرية وبطريقة فيها ازدراء وبطريقة كأنه يستحق الموت. تعالوا بقى نشوف ونتذكر معاكم عظمة القرآن الكريم لما أمرنا احنا كمسلمين اننا نعدل ما بين الناس كلها حتى لو كانوا ناس مش مسلمين. الله عز وجل بيقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، صدق الله العظيم. لازم نفخر بديننا ولازم نقدم ان هو ده الدين اللي هينقذ البشرية، ودي حقيقة. ولازم نفخر بالرقي اللي موجود في الإسلام وبحضرته اللي نسبت أي زمان وأي مكان وحتى الدول الأوروبية دي ما شافتش عز ولا شافت تعامل محترم غير في ظل الحضارات. ورجعوا شوفوا وقروا حضارة الأندلس واللي قدمته للبشرية وغيرها من الحضارات، وإزاي المواطنين الأوروبيين والمواطنين المختلفين كانوا بيتعاملوا في الإسلام وكانوا بياخدوا حقوقهم كاملة مكملة.